شريف عفيفي. مين حضرتك؟ أنا الرائد عماد من المباحث. أيوة خير. خير إن شاء الله. بس مرات سعادتك دكتورة فريدة مبلغانا إن أنت اتخطفت. اتخطفت إزاي بس؟ أنا قدام حضرتك أهو. آه بس تليفونك مقفول بقاله أسبوعين. ده غير دار النشر اللي اتحرقت، وبلغات النقابة اللي قلب عليك الدنيا، وعربية سعادتك اللي غرقت. إيه؟ كل ده أنت ما تعرفوش؟ يا فندم أنا كل اللي عملته إني جيت إسكندرية وقفلت الموبايل. أما حكاية دار النشر والعربية دي أكيد سليمان عبد الدايم هو اللي عملها وأنا هاخد حقي منه بالقانون وفي الوقت المناسب. يعني أنت قاعد هنا بإرادتك؟ أيوة يا فندم. يعني سليمان عبد الدايم ما حاولش يهددك أو يأذيك؟ أستاذ شريف اسمح لي أبص على الشقة. مع حضرتك إذن من النيابة؟ لا أنا بكلمك بشكل ودي. وأنا كمان بكلم حضرتك بشكل ودي، بس متهيألي يعني الوقت ما يسمحش. ماشي الحمد لله على السلامة. مفيش غيرها، هي اللي بلغته عن مكاننا. ولسه النقابة والجرايد لما تعرف بقى هتبقى ليلة، وسليمان طبعا مش هيعديها. بس هو انت يعني ذنبك ايه؟ انت واحد سافرت على اسكندرية وقفلت الموبايل بتاعك، كونها هي بقى راحت بلغت ان انت اتخطفت فدي مشكلتها هي. ده قدام المباحث، انما قدام الصحافة انا زبالة، كأني موضب كل الحكاية دي. أنا غلطان إني سمعت كلامك من الأول. دلوقتي بقيت غلطان؟ إنما لما قلت لك على الفكرة دي كانت فكرة عبقرية وعظيمة. أنت مش فاهمة إيه اللي حصل لي. أنا خسرت كل حاجة.